برجع لكم مشاهدينا لنكفي مشوارنا الصباحي ضمن برنامج صباح اليوم. ورح نحكي هلأ مع صبية قدرت بالتصوير الفوتوغرافي أنه هي تتخلص من كتير مشاكل. هيدي المشاكل اعتبروها أولاً أنه هي مشاكل بعقلاتها، صاروا يقولوا لها لما بلشت تعيش هيدا الاضطراب أنه خلص الموضوع بعقلك براسك، لازم أنت تشوفي شو بدك تعملي لتتخلصي منه. ولكن لما زادت الحدة ولما سافرت على الولايات المتحدة الأمريكية اكتشفت انه هي عندها مرض، وهي مصابة بمرض ويطلق عليه اسم هيدا المرض، وبالتالي هي ما كانت عم تشكي عبس او من لا شيء، ولكن القوة اللي فيها والتحدي اللي فيها وانه هي بدها تكفي وتستمر وبطريقة ما تتغلب على هيدا المرض، التجأت وتحولت للتصوير الفوتوغرافي. ضيفتي من البحرين رح تطل معي مباشرة إيناس سيستاني. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، كيفك اليوم؟ الحمد لله، الله يسلمك. إيناس، انا قلت لك فيكي تحكي بالطريقه اللي بدك اياها وتعبري بالطريقه اللي بدك اياها، فبليز المهم انت تكوني مرتاحه. إيناس، اليوم لما بقول انه التصوير الفوتوغرافي قدر يطلعك من كتير مقاسي، كيف اكتشفت انك انت موهوبه اولا؟ والله يعني my passion for art وشغفي حق الفن بدا معي من يوم وانا كنت صغيره، فانا okay. بديت ارسم في البدايه، فكنت تقريبا كل يوم لازم ارسم، يعني كان عندي كذي stack of papers وكنت كله ارسم. okay. وبعدين يوم وصلت مرحله المراهقه على يعني 11 12 سنه، مرحله التمرد مثل ما يقولون، قررت اني خلاص ما ابي ارسم وتخلصت من كل رسوماتي ما عدا دفتر واحد لحد عندي اياه. بس احس انه يعني نظرتي للفن دائما يعني كانت معي، مجرد انه تحول من رسم صار تصوير. حلو. فهذه اللي صار. طيب إيناس، انت قلتي انه قررتي تتخلصي من رسوماتك، شو اللي خليكي تاخذي هيدا القرار بعمر يمكن كان فيك تنمي فيه هيدي الموهبه؟ صح، يعني انا اهلي صراحه يعني حاولوا كثر ما يقدرون ينمون فيني الموهبه، بس احس انه خلاص وصلت لمرحله اللي ما حسيت بجدوى الشيء، وانا جدا ندمانه يعني اني ما استمريت صراحه، يعني فعندي دفتر واحد مثل ما يقولون، ودائما يعني اروح واشوف الدفتر واقول لو زين انا كنت حاطه رسوماتي وما تخلصت منهم. بس تعرفين ان الواحد لاني مر بمرحله المراهقه خلاص غير نظرته للحياه واهتماماته، فهذه اللي صار فيني. صحيح. وإيناس، لما وصلت لعمر المراهقه، خليني اقول انه بعمر المراهقه بلشت تعاني من هيدا المرض يلي بخلي المزاج متقلب. وطبعا بالبدايه لا انت ولا الاهل كانوا عارفين شو الموضوع، وضليتي فتره طويله تعاني منه. حسيتي يعني بوقت من الأوقات أنه أنت بدك تفلي من البلد، أو بدك يعني مثل حدا بده ينتقم من كل شيء حواليه بطريقة ما لأنه منه عارف شو به؟ هو تقدرين تقولين هالشيء، يعني صادني نوع اللي كنت أحس دائما بحالات اكتئاب، كنت أحس بحزن، أحس بفراغ، وأحس إنه ما في حتى جدوى في الحياة، يعني ما كنت أشوف. ومثل ما قلتي يمكن هاي بعد كان عامل اللي خلاني إن أنا أترك اللي هو الرسم، مع إنه هو كان أقرب شيء عندي، يعني كنت كل يوم أنا أرسم. بس الاكتئاب كان وايد يعني مطغي على حياتي في ذيك الفترة. نعم. وحاولت انه يعني ان اكلم مثل ما يقولون اهلي، وهم تقبلوا الشيء. فيوم رحت الدكتور، اتذكر رحت دكتور عام، طبيب عام، يعني لان ما كنت ادري انه مثلا where am I supposed to go, who am I supposed to meet with, which professional is going to be able to help me. ف I remember انه رحت حق الجنرال براكتيشنر and he told me at the time، يعني انا كنت 14 سنه فكنت okay. صغيره، فهو قال لي لا ما في شيء، انزين هاي كله في مخك، وشغلي روحك، وحاولي ان انت يو كيپ يور سيلف بيزي، حاولي تصلين، حاولي تقرين قران، مع انه يعني كنت اصلي وكنت اقرا قران، فيعني هاي ما كان السبب قله الايمان، كثر ما كان السبب يعني اكيد في شيء يحتاج ما بالضبط. فما قدر انه يساعدني، وصار انه خلاص انه تركت الموضوع، وقلت انه دام الدكتور قال كذي يعني اكيد انه انا ما فيني شيء. بس نوع حدة الاكتئاب قام يزيد معي. أوكي. وصار من مجرد اكتئاب قام يتطور إلى شيء more than that.
طيب بس إيناس قديه كان مهم وقوف العيلة إلى جنبك؟ يعني بتعرفي يمكن أوقات الأهل بيلعبوا دور سواء سلبا أو إيجابا، ولكن قديه وجود أهلك ومساندتهم لألك وتصديقهم لكلامك، لأنه هيدي نقطة كتير مهمة، لأن بتعرفي أوقات بيجي الطبيب يمكن عنده تشخيص خاطئ وبتصير، يعني ما حدا منا معصوم عن الخطأ، ممكن يفوتك بالحيط، ممكن تضلي يعني مثل ما قلتي الاكتئاب عم بيزيد وأنت عارفة إنه فيك شيء مش طبيعي، ممكن الأهل يمكن كانوا ياخذوا غير موقف، بس قديه مهم اللي عملوه اهلك بالبقاء والوقوف الى جنبك بهالفتره. It was very important يعني to get my parents help and support, especially that I didn't know how to deal with my emotions, I didn't know how to deal with my feelings or whatever it is that I was feeling. To be able to go back to the closest people to me and get their support والدعم والمساندة منهم كان شيء جدا جدا مهم. فمثل ما قلتي مع ان يعني الدكتور ما يعني he did not refer me to the right professionals but at least I had my parents who were able to support me and at some point حتى يعني my mom هي بنفسها يعني ودتني حق a psychiatrist كانت في psychiatrist كانت جاية من كندا حق فترة بسيطة وكانت تعطي نوع اللي هو جلسات علاج مجانية and this is the first thing that my mom did يعني she ودتني عند الدكتورة ويعني قعدت معها بس بعد لأن تعرفين المجتمع بنفسه أنا تعودت وأنا يعني كنت أكبر كنت كله أسمع أنه لا تعرفين الاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية هاي كلها شكل من أشكال الجنون فهاي اللي كان متعارف عليه وايد ناس يعني عم تخيل صبية بعمرك عم تسمع هيدا الكلام إنه شكل من أشكال الجنون وتفكر هي حالة مجنونة مثلا بالضبط يعني حتى من بعض من صديقاتي كانوا بعد نفس الشيء كانوا يقولون لي إنه لا it's all in your head أو يعني لا ما تفكرين فيه فصار إنه هاي اللي متعارف عليه في المجتمع صح. يعني الحين طبعا الامر تطور وصار وايد احسن أكيد. بس اللي انا كنت متعوده عليه ذاك الوقت كان انه لا this is all يعني it's all in your head it's not real you shouldn't pay attention to it وما الى ذلك لكن الحمد لله يعني انا my parents they were open to like sit down with me and listen to me and support me ف that's to me is really important يعني تحيه لاهلك ايناس يلي كانوا واعيين أكيد. عن جد للي انت عم تقطعي فيه و أنا بعرف أنه لما سافرتي على الولايات المتحدة نظراً لدراستك هونيك قدرتي تاخدي تشخيص صح للمرض يلي أنت مصابة فيه بتخبرينا عنه؟ صار أن يوم كنت في أمريكا بسبب حكم اللي هو الدراسة والضغوطات اللي كنت أمر فيها القلق والتوتر من الممكن أنه هو يزيد من حدة اللي هو اضطراب الشخصية الحدية فصار أن حسيت روحي أنه خلاص وصلت لمرحلة اللي I could not ignore it anymore يعني all throughout this time okay كانت تصيدني مثلا حالة اكتئاب وكنت عادي يعني امشيها بس يمكن في امريكا حسيت انه لا لدرجه انه كان وايد ياثر حتى على my daily functions يعني ما كنت اقدر مثلا حتى اقدم امتحان كنت اروح حق اساتذتي واقول لهم sorry I can't do the exam خلاص I can't think يعني to this extent ويعني they were very very supportive وهم اللي قالوا لي انه I have to see a professional فالشيء اللي يضحك الحين قاعد افكر الحين قاعد اتذكر انه when they referred me to a professional كان on campus كان في طبيب نفسي on campus اوكي وقلت له شوف انا احس انه في شيء غير عن الاكتئاب شيء اكبر من الاكتئاب لان طريقه البلاك اند وايت ثينكينج او مثلا التفاوت في المشاعر يعني من السلبيه للايجابيه السلبيه للايجابيه خلال اليوم الواحد على اوقات جدا متفاوته متقاربه كان صعب علي ان انا اتحكم بهاي المشاعر اوكي فقلت له انا احس ان فيني اضطراب الشخصيه الحديه this is based on my own research انا I might be mistaken يعني please correct me فهي was like no you don't have that قال لي don't jump into conclusions you don't have that وبعدين عطاني questionnaire فيها 100 سؤال وقال لي أبيك تجاوبينهم اوكي وبعدين انصدم من النتيجة قال لي انت من القلة القليلة
في حرم الجامعة إلا أشوف إنك حصل هاي النتيجة. يعني what you are suffering صابت from صابت is مرضى يعني. yeah he's like what you're suffering from is too big. قال لي أنا ما أقدر أساعدك فروحي تشوفي لك professional outside of campus. ف this is what happened. ف I saw a professional outside of campus and then they diagnosed me and طلع. طيب الناس اليوم قد ايه صرت انت قادره تتحكمي بحياتك؟ يعني قبل كنت عم بتقولي كان كتير صعب انه انت تتحكمي بهالمشاعر بهالابس اند داون بهالسوداويه او الفرح يلي بيكونوا مخلوطين يمكن مع بعضهم. اليوم قد ايه انت مرتاحه مع نفسك لانه انت اليوم بتقدري تاخذي القرارات اللي بدك اياها وتتحكمي بهالمشاعر اللي عم تعيش جواتك؟ يعني قطعت شوط جدا كبير من وين انا بديت في البدايه وحتى during my study in the US لانه يوم كنت اروح اشوف السايكايترست كانت تعطيني مجموعه من التمارين اللي هو cognitive behavior therapy. فهاي التمارين يخليك ان انت you identify your triggers, you identify what you're going through and be able to ان تغيرين طريقه تفكيرك للامور. لان الواحد اللي فيه بي بي دي او اضطراب شخصيه الحديه يشوف الاشياء اكبر مما هي عليه في الامر الواقع. نعم. ف how the way that I see things are not necessarily true. فهاي التمارين انها تساعدك ان انت اوكي you take a step back and you're able to reprogram your thinking. انا الحين ما قاعده اشوف طبيب نفسي يمكن مو للدرجه اللي كنت اشوفها قبل. ف I'm able to actually identify what triggers me. I know مثلاً شنو يأثر علي. No. I know متى أغير من طريقة تفكيري. No. I know متى يعني شنو المشكلة وشلون أنا أقدر أعالجها بروحي. بس طبعاً أنا لحين مستمرة في إن أخذ أدوية أقعد أخذ مضاد اكتئاب. وشيء ثاني بعد اللي وايد ساعدني الرياضة. فصرت okay. أنا أروح الجيم تقريباً كل يوم. Okay. فوايد وايد يساعدني يصفي الذهن فيخليك إن ما تروحين في هاي دوامة المشاعر السلبية. برافو إيناس لأنه أنت يمكن أولاً بإيدك طببت نفسك. خليني أقول طبعاً المساعدة الطبية مهمة ولكن أنت عرفتي شو المشكل, عرفتي شو الداء لخلقتي له الدواء والدواء كان بطريقة جداً صحية جداً هلسي جداً حلوة. اليوم لما يعني بتتحولي للتصوير بتروحي على الرياضة عم تعطي مثل كتير حلو لصبايا جيلك اللي يمكن عم بيعانوا من مشكلة وما عارفين شو هي. ويمكن التحية الأكبر لإليك أنه بمجتمع خليني أقول لا يزال منغلق بمجتمع عربي يمكن لا يحب أن تتكلم المرأة بصوت عالي وتحكي شبهة أو من شو هي بتعاني. أنت كسرتي هيدا الجدار, جدار الصمت, كسرتي هيدا التابو وطلعتي حكيتي وخبرتي عن مشكلتك وعن معاناتك. قد ايه كان بدها جرأة منك إناس؟ وايد الصراحة. يعني أنا بديت التصوير كنت أصور اللي هو ستريت فوتوغرافي عادي, بس قررت إنه لا إنه خلنا أجرب أشكال ثانية من التصوير. and this is where I decided to go into conceptual photography. okay. it wasn't easy إنه مهما يكون أنا يعني كنت أبي نوع أستخدم التصوير على أساس إنه أنطر رسالة للناس, ما أبي بس أنا أصور الناس ولا الشارع ولا لا, كنت أبي شيء أكثر من كذي. فيوم قررت ان I get into conceptual photography او التصوير المفاهيمي بديت بشيء اللي انا كنت امر فيه في ذاك الوقت وشيء ينابع من تجربتي الشخصيه وغير تجربتي الشخصيه حتى تجربه ناس اللي انا اعرفهم اللي يعانون من امراض نفسيه وما يقدرون يتكلمون فيها لان they're not getting the support that they need from their family, from society or even from their friends. فكنت صراحه كنت خايفه وكنت متوتره, كنت يعني ان كنت اقول ان اوكي what if I get a negative reaction. بس الحمد لله the first set of photos that I took about my mental health journey it did okay. really well okay. and it went viral. وحتى في ناس يعني كانوا يطرشون لي دي امس في انستغرام كانوا يقولون لي شكرا لان قاعدين نحس روحنا ان احنا مسموعين through your photography. صح. ان انت قدرتي ان توصلين رسالتنا للعالم. وكانوا يقولون لي ان هم مثلا يمرون بامراض نفسيه ومو قادرين حتى يروحون يشوفون دكتور ومو قادرين يكلمون اهاليهم وما حد يعني فاهم لهم. فكان في خوف بس الحمد لله يعني يوم نشرت هاي الصور الرد الفعل كان جدا يعني ايجابي.
يعني إناس ما بعرف، تحية مش من القلب، تحية من القلوب كلها لإلك عن جد. شكرا على هالعمل الجبار يلي عم تقومي فيه، على هالمشوار الطويل يمكن يلي مشيتيه لحالك لأنه ما حدا كان حاسس باللي أنت عم بتحسيه أو باللي أنت عم تمرقي فيه، على هالرسائل الحلوة والإيجابية يلي أنت عم تعطيها من خلال يلي مرقتي فيه. على كل حال أنت وعم تحكي مرقوا كل الصور يلي أنت صورتيهم، وانتبهت أنه في رسائل مختلفة بمجموعة مجموعة كبيرة منهم، رسائل حلوة، رسائل إيجابية، رسائل فرحة من إذا بدك رحم الألم يلي أنت تألمتيه كل الفترة الماضية. تحية كتير كبيرة لك عن جد. شكرا. وإن شاء الله بتضلي بهالهمة الإيجابية وبتكوني رسالة ملهمة وإنسانة دايما صوتها واصل من خلال تصويرها الفوتوغرافي. شكرا كتير لوجودك الصباح معنا، وتحياتي لك. شكرا كتير لك إناس الثاني، أهلا وسهلا فيك.